وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعاده السيده روان بنت نجيب توفيق وزيره شؤون الشباب سعاده الوزيره لو تحدثينا عن الحفل الختامي للنسخه الثالثه من المشروع الوطني لامع. بدايه شكرا على الاستضافه وحابه اتقدم بالشكر الجزيل الى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه على مبادره سموه الكريمه باطلاق المشروع الوطني لامع. هذا المشروع اللي ساهم بصورة واضحة في التركيز على دور الشباب الفاعل والمؤثر في صناعة القرار وعملية البناء والتطوير في المملكة وعلى رعاية سموه للحفل الختامي للنسخة الثالثة وتكريم الفائزين في مشهد يؤكد حرص سموه على دعم القطاع الشبابي والوقوف إلى جانب شبابنا في رحلتهم نحو استدامة ازدهار المملكة. نعم سعادة الوزيرة خرج المشروع الوطني لامع أفواجا من الشباب ما يمثلون للشباب البحريني المشاركين في برنامج لامع منذ إطلاق النسخة الأولى ووصولا إلى النسخة الثالثة يمثلون النخبة والصفوة من الشباب البحريني من الجنسين وآمالنا معقودة عليهم ليمثلون جزء أصيل من المشاركة في عمليات التنمية التي تشهدها المملكة بالاضافه لكونهم ملهمين لاقرانهم من الشباب ومحفزين لهم. واحنا نؤمن ان المملكه محتاجه الى جهود وطاقات ابنائها الشباب في بناء المستقبل وكل الامال معقوده على الشباب اللامعين بصوره نعم. خاصه وشباب الوطن بشكل عام. نعم سادة الوزيره ما هي استعداداتكم للنسخه القادمه في ضوء ما تم تحقيقه من نجاح في النسخ السابقه؟ في وزاره شؤون الشباب نعمل على التحضير المسبق والاعداد المتميز لتصميم النسخه الرابعه من مشروع الوطني لامع واحنا عاقدين العزم على تطوير النسخه بصوره اكبر اللي همم الشباب ونتمكن من ابراز طاقاتهم ومواهبهم وقدراتهم والحمد لله تحققت الكثير من الانجازات في النسخ الثلاث الماضيه وسنعمل على البناء على ما تحقق من انجازات وتعزيزها في النسخه المقبله باذن الله نعم سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب شكرا جزيلا لك